السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال وبخير يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض خبز حلو جدا، مكوناته بسيطة ومفهوش مكونات كتيرة. هيكون معايا كوباية من دقيق اللوز ورشة ملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر او بيكنج صودا وكوباية الا ربع مية مغلية ومعلقة كبيرة من قشور السليم. سألت عليها كتير، قشور السليم قلنا هي الاسباغول او لسان الحمل. طبعا مهمة جدا، بتعمل في عملية ربط للدقيق، بالذات دقيق اللوز ودقيق جوز الهند. مكونات بسيطة، يلا نبدأ مع بعض الوصفة. زي ما احنا شايفين، اول حاجة هحط كوباية من دقيق اللوز بالشكل ده واقلب، وهنزل عليها بمعلقه من قشور السليم، معلقه كبيره بالشكل ده، معلقه كبيره واقلب، وبعدين هحط رشه ملح واقلب بردك، معلقه بيكنج باودر صغيره، واخر حاجه هنزل الميه. الميه هتكون مغليه يعني سخنه، ده ضروري جدا، كوبايه الا ربع زي ما احنا شايفين كده. ما نقلقش خالص لو حاسين ان العجينه معانا طريه زي ما احنا شايفين اهو، لان قشور السليم بتمتص الميه زي ما هنشوف دلوقتي. هقلبها، هو ولا بيحتاج عفن كتير ولا وقت كتير خالص. انا طبعا بتكلم كتير لان انا بحب اوضح التكات البسيطة دي عشان حبايبي لما يجوا يعملوا الوصفة تبان مفيش حاجة تبقى مش عارفين. شايفين؟ بصوا انا عايزة اوريكم ابتدت زي ما احنا شايفين بتيجي ان هي تلم ازاي. هسيبها بس شوية تهدى شوية لان طبعا المية سخنة اهي. هولع الفرن على درجة حرارة 180 او 200، لو انت عندك اكتر كمان 200، كل ما النار هتبقى عالية كل ما الخبز كمان معايا هيقب ويبقى حلو قوي. شايفين؟ بصوا اهي، انا ما قطعتش الفيديو ولا اي حاجة، انا عايزة اوريكم اهي لمت لوحدها. وصفة سهلة جدا وسريعة ونتيجتها ان شاء الله هتعجبكم جدا. اهي هسيبها بس تهدى شوية عشان اقدر امسكها بايدي طبعا لان المية سخنة. زي ما احنا شايفين ادي العجينه بعد ما بردت، شايفين بقت معايا حلوه ازاي. هجيب صاج او صينيه ونحط عليه ورق الزبده زي ما احنا شايفين، وبقليل من الزيت الزيتون بالفرشه كده، وهبتدي ادهن عشان الخبز ما يلزقش مني بالشكل ده. وهبتدي اقسمهم واحد، هعملهم اربعه او خمسه حسب ما انت عايزه، هعملهم اربعه لان هما مش كتير بالشكل ده. وهبتدي اكورها كده زي شكل القرصة بالظبط اهي، اكورها كده من ايدي، احطها كده واضغط عليها واخد واحدة تانية بالشكل ده بين ايديا كده، هفضل الفها كده عشان اسويها تبقى بالشكل ده اهي، واحطها على الصينية واحاول ان انا زي القرصة اكني بفردها زي القرصة بس بالشكل ده. واحدة تانية زي ما اتفقنا، هدخلها في الفرن على الرف الوسطاني على اعلى درجة حرارة اهي، اهي شايفين بين ايدي كده اهي، وبعدين احطها واضغط عليها عايزه تحطش عليها اي سمسم اي حاجه، حبه البركه براحتك خالص اهي. انا هجيب شويه من السمسم اهو بالشكل ده وهضغط عليه عشان يمسك في الخبز، ضغطه خفيفه كده ندخله الفرن ونشوف شكله هيكون عامل ازاي. زي ما احنا شايفين حبايبي ادي الخبز لسه طالع من الفرن سخن جدا، عايزه اوريكم بصوا قابب ازاي.
هنسيبه يهدى شوية، لازم النار تكون عالية، ونشوفه مع بعض هيكون عامل ازاي. زي ما احنا شايفين حبايبي الخبز طبعا شكله تحفة وجميل وقد ايه. بصوا انا عايزة اوريكم، بصوا يعني نافش ازاي ومخدش معايا في الفرن. اهم حاجة زي ما قلت لكم النتيجة اللي تديكم المنظر الحلو ده، ان لازم زي ما احنا شايفين بصوا يكون درجة حرارة النار عالية اعلى ما يمكن، وفي الرف الوسطاني عشان ما يتحرقش منك من تحت. عايزة افتح معاكم واحد زي ما انتم شايفين، بصوا انا عايزة اوريكم، بصوا من جوه، بصوا هش قد ايه، شايفين؟ بصوا تحفة. بالنسبة لي ده انجح خبز عملته مع نظام الكيتو. اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم، ولأول مرة يشوف القناة ما ينساش يشترك في القناة، هيلاقي عندي كل حاجات حلوة وكتيرة ووصفات واكلات حلوة جدا للكيتو. واللي اول مرة يشوف قناتي ياريته يشترك، ونفعل الجرس عشان الجرس يظهر لك كل فيديو جديد نعمل على الكل. وما ننساش حبايبي تعليقاتكم الحلوة، اكتبولي بسرعة وقولولي لما تعملوه هيعجبكم ان شاء الله، ونتيجته سهلة جدا وسريع. واشوفكم بألف خير وسعادة، وما تنسونيش في اللايك عشان الفيديو يترفع وكلنا نستفيد، لان احنا طبعا في الكيتو بنبقى محتاجين بجد الخبز قوي عشان ما نحسش بملل. نشوفكم بألف خير وسعادة، هتوحشوني كتير، والسلام عليكم.